اللذان قدما لي الكتاب العظيم الذي تركه والدهما العلامة المبارك الطاهر الليوي، وهو تاريخ الزعيم مولاي أحمد الرزولي. كتاب مهم جدا في جزئين، يعني قدم لي هذه المخطوطة واشتغلنا عليها شلة من الأصدقاء ما يمكن عن 5 سنوات حتى أصبحت في سياق هذين الجزئين، هو سي سعيد الليوي وكذلك سي جعفر الليوي وكذلك سي سعيد الليوي. كذلك أود أن أشكر عزيزي وصديقي ورفيقي زعما طيب الشهود الطنجاوي التقواني الشوشاوي العظيم الذي نحبه حبا جميلا وهو معنا دائما، رحب بسعد الرحيم الإدريسي كذلك بسي يوسف النوري سي محمد العناد سي محسن كذلك مرحبا والعزيز الذكري. أود أن أرحب بضيفين جميلين كذلك، سي محمد بن طلحة ليس الشاعر المغربي، لأن هنالك محمد بن طلحة آخر وهذا هو الجميل، والعزيزة بشرى المصباحي. إذا شئت أن تقولي كلمة هي لها عمل خطير جدا وهو مهم ومترجم إلى العربية، ذلك الكتاب الكبير بالإنجليزية التي تركته السلطة فوربيس، ترجمته بشرى المصباحي من الإنجليزية إلى العربية ترجمة عالمة ودقيقة وإبداعية كذلك. شكرا جزيلا للأستاذة بشرى، أشكر جميع الحضور ومحبس. أرى أنه لقاء تاريخيا لابنة زعيم مغربي مر في حقبة مهمة من تاريخ المغرب، وظل هذا الزعيم له بصمات قوية في هذه الفترة من التاريخ بالذات في بداية القرن العشرين، نهاية القرن 19، بداية القرن 20. يعد هذا الزعيم من ألمع زعماء العالم تاريخيا، ومن ثم فقد خدم وطنه خدمة كبيرة، وكانت له علاقة قوية بالمنطقة الشمالية انطلاقا من موقعه ومن تاريخه ومن سياقه السياسي والتاريخي. ثم إن هذا المكان الذي نحن فيه وهو قصر بيرديكاريس يعد معلمة تاريخية، كما يعد موقعة لمرحلة من مراحل هذا الزعيم المغربي الريسوني، حين اختطف بيرديكاريس في فترة تاريخية، وبعد هذا الاختطاف ظل هذا الاختطاف رمزا مهما لتجديد وتجدد شرايين العلاقة بين أمريكا وبين المغرب. إذا كتأكد أنه ما اختطفش الزوجة ديالو بل اختطف صهره، يعني أخذ الزوجة ديالو. والريسوني رجاله في ذاك الوقت كانوا اختطفوا امرأة واحدة إسبانية توفيت في الغابة بعرض التضاريس والبرد أو الجوع، وحلف على رجاله أنه ما عمرهم يختطفوا شي امرأة. دونك الاختطاف ديال زوجة بيرديكاريس ما كاينش تاريخيا، وإعادة تصحيح ديك المفاهيم الخاطئة على التاريخ ديالنا. الدور ديالنا حنايا دابا أمريكا كتشوف من النظرة ديالها، طبعا عندهم الحق يعني يقولوا اللي بغاو، ولكن حنايا الدور ديالنا خصنا نصحوا هذاك، لأن اللي قلت لك الكتاب غني جدا، يصلح أن يكون فيلم كبير جدا بإنتاج ضخم، ويصلح يكون مسلسل بحلقات من إنتاج ضخم أيضا. في الحقيقة نشاط زيارة الشريفة دورة الريشوني العالمي ابنة القائد وزعيم المجاهد مولاي أحمد الريشوني كانت مناسبة كذلك لتنظيم مجموعة من الأنشطة الموازية في هذه المناسبة هذه، اللي قدم فيها الشاعر حفيد القائد الزعيم مولاي أحمد هاشم الريشوني كتابه حول تاريخ المناضل والمجاهد، وكذلك قراءة شعرية، كما قدمت أنا شخصيا تقديم فيلم الأسد والعاصفة، وتقدمنا باقتراحات خاصة بهذا الحدث وبالتاريخ هذا المجاهد على أساس تعميق الموضوع وتنظيم أنشطة أخرى. وكان كذلك مناسبة لفتح قصر بيرديكاريس منتزه رميلات لمتتبعي الحياة الثقافية والفنية. و
قولها الولا لا انا فرحانه ان شاء الله الريسوني سيدي مشينا محمد شنا سينا بنت الريسوني ولا ماشي بنت الريسوني ايوا وفرحانه جيتي تشوفي وانا فرحانه دبا حي الحفيف الفرح هذا القصر هذا القصر هذا لا جيت لي له حنا وباها جات ماشي مع باباها لا 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 جابوني هادو الصحفيين النشاط هذا كيدخل في ضمن الانشطه الثقافيه ديال مؤسسه طنجه الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي والرياضي بشراكه مع جمعيه مؤسسه المغرب بوابه افريقيا اللي كتحاول انها يعني تساير وتواكب يعني المشاريع الكبرى اللي عرفتها مدينه طنجه في اطار اعاده الهيكله واعاده الترميم ديال هاد المآثر التاريخيه ديالها بالرعايه الساميه صاحب جلاله رسول الله وايده. اليوم هذا النشاط هذا بحكم العلاقه التاريخيه ديال هذا القصر ديال بير دي كاريس والمجاهد مولاي احمد الريسوني حاولنا اننا نجيبوا الابنه ديالو دره من هذا القصر هذا ونعرفوا بالتاريخ اولا نحاول على الاقل نحيوا التاريخ ديال بير دي كاريس والعلاقه التاريخيه مع مولاي احمد الريسوني المجاهد الاكبر. وعطيناهم كذلك واحد يعني كانت هناك واحد مجموعه ديال الانشطه موازيه هي يعني زياره المتحف وربط الماضي بالحاضر وكذلك يعني تثمين الذاكره التاريخيه ديال المدينه وديال المملكه المغربيه.